أيها الحفل الكريم، أيها المشاهدين الأعزاء، لا تزال انطلاقاتنا متواصلة مع هذه الفترة الصباحية وشوطنا الثامن اللي ينطلق على بركة الله وتوفيقه، مخصص بالجعدان الإذاعة لمهجنات الأصائل لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. إذن 5 كيلومترات هي المسافة والرحلة في هذه الفترة الصباحية. نتواصل مع هذه اللحظات لنتابع الصدارة وننطلق مع المركز الأول. هناك حرب اللي يأتي على الصدارة، ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي ياتي على المركز الاول ويطلق هذا الاسم في عنان الصداره والمركز الاول. المركز الثاني مشاهدينا الكرام هذا الباز اللي محتل المركز الثاني، نواب بنوح بن احمد البلوشي. يا سلام يا ابو عوض، معلن تحدياته ومنافساته في هذا الصباح ويرفع هذا الشعار في هذا الشوط. المركز الثالث على ثالث التحديات هذا ربان، والربان يا بن حلوك اكيد هناك في موقع في بنقول لك في البحر، في البحر ربان ايضا متواصل في هذا الشوط ومعلن تحدياته كما قدم النمياس. تحيه لحمد بن سالم بن سعيد بن حلوك على هذه المشاركه. المركز الرابع، شاهين يتواصل في هذا الشوط وفي هذا التحدي وفي هذه المنافسة. إذا لسمو الشيخ المربن مكتوم سيب بن أحمد بن خريدة الينيبي هو اللي يتابع هذا الشعار، وتحيتنا أيضا لك يا بن خريدة، وخلك في الفورمة أيضا في الفورمة مع المشاركات الجميلة. المركز الرابع، يتدخل شمعدان، وصلت السلال الشاهينية مبكرا في هذه الانطلاق. علي بن عبيد بن غدير يتواصل براشد بأداء جميل بتحدي بمنافسة، هنا متواصل مع شمعدان في المركز الرابع وينتقل من مركز إلى مركز. المركز الخامس، شاهين اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وأيضا واثق المضمرين يتابع هذا الشعار دائما وأبدا، حمد بن راشد بن حمد بن غدير محتل المركز الخامس. والمركز السادس على سادس المراكز شاهين يتواصل في هذا الشوط وفي هذه المنافسة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وأيضا حمد بن راشد بن حمد بن غدير يقدم هذا الحضور الجميل وهذه الانطلاقة الجميلة. أيضا أشوف المركز اللي غادم وهو المركز الثامن الواصل، أيضا مشاهدينا الكرام اللي يحتل المركز السادس لسمو الشيخ سعيد بن راشد النعيمي، وأيضا فايز بن غفان اليابري، الدكتور الشعبي يتواصل. أبو حمد تحياتنا، الطبيب الشعبي أيضا متواصل في هذه الانطلاقة، وهناك تحدي وإثارة من قبل الربان متواصل حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة. هذه المراكز الأولى، هذا النداء الأول حول المراكز الأولى المتواصلة في هذا الشوط، ولكن شمعدان سلالة شاهينية متميزة الله، وإنتاج محمية مرغم اللي بدأ يتصدر وقائد المصانع علي بن عبيد بن غدير. يا سلام يا سلام يا ابو رايد، معلن قوه واثاره من هنا على المركز الاول. روح روح بنقول لك روح، خلك في الفورمه وخلك مع الاداء الجميل وخلك مع التصدر اذا دائما وابدا في هذه الرياضه العربيه الاصيله، رياضه الاصايل بالذات. المركز الثاني هذا حرب، اللي معلن الحرب ومعلن القوه ومعلن الاثاره. في المركز الثاني ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي على المركز الثاني. المركز الثالث يا سلام عليك يا ابو عوض، اداء جميل الباز نواب بن نوح بن احمد البلوشي هناك محتل المركز الثالث، ويبغى السلامات الى العاصمه الى اهالي الرحبه. يا سلام. المركز الرابع، هذا الاداء الجميل والمنافسه من قبل شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وحمد بن راشد بن حمد بن غدير تحرك الواثق في هذه اللحظات، يا سلام. في المركز الرابع والمركز الخامس، شاهين لسمو الشيخ المربن مكتوم سيب بن احمد بن خريد الينيبي الله وياك، بنقول لك يا بن خريده مشاركه متميزه. والمركز السادس تواصل مع الواصل، ونواصل يا ابو حمد، وايضا هناك لسمو الشيخ سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غفان اليابري، ابو حمد زميلنا هنا ايضا الطبيب الشعبي متابع يسير يركز اذا يراقب المشاركه في هذا الشوط. مراكزنا والنداء الثاني هو شمعدان، ما يرضى اذا بالتنازل عن الصداره، لا زال مسيطر علي بن عبيد بن غدير. يا سلام يا ابو رايد،
روح الله وياك، بنقول لك خلاص بانت الامور، بدينا نستقيم الى خط النهايه، الموقع النهائي والنقطه التي يكون فيها التذكير 1200 متر يفصلنا عن خط النهايه. وشمعدان، شمعدان في المركز الاول، الله يا شمعدان، علي بن عبيد بن غدير متصدر مع شمعدان، ومنفرد منفرد عن كل المشاركين، ما شاء الله وتبارك الله، اداء جميل ونوع ممتاز من قبل شمعدان ورقص معتاد من السلاله الشاهينيه. المركز الثاني بدا التحرك الان، بدت الاثاره شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب في المركز الثاني، وحمد بن راشد بن حمد بن غدير اللي يضمره، وايضا هناك حرب، الله يا حرب ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي هناك مع حرب، ونواب بن نوح بن احمد البلوشي، الله 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 الله، يا سلام يا ابو عوض، اللحظات الاخيره، اللحظات الحاسمه، ولكن انطلق 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 شمعدان في المركز الاول، روح شمعدان، شمعدان في الصداره، علي بن عبيد بن غدير بن راشد الى نزوه، روح الى نزوه، الى نزوه، ولكن ارحبه، واذا شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد غادب، غادب في اللحظات الاخيره، شمعدان شاهين، وهناك البلوشي مع الباز، الباز، ولكن شمعدان، شمعدان وسلاله شاهين، جان بغيت السبق متواصل من رحل شاهين وعياله. يا سلام يا سلام، في مداهن معطن حاصل يوم عصير فروخ عياله، يا سلام سلام يا نزوه، سلام سلام يا نزوه، سلام، تهانينا من اعماقنا العلي بن عبيد بن غدير على فوز شمعدان، شمعدان اللي فرد، شمعدان اللي بعد المسافه، وذكرنا باداء شمعدان المملوك الهجن العاصفه، تهانينا وانتاج محميه مرغم، انتاج محميه مرغم، تهانينا العلي بن عبيد بن غدير، وسلام من عليكم بهالنزوه، واسعد الله صباحكم بكل خير. لحظات الوصول الى خط النهايه، شمعدان وسلاله شاهين والنوع الممتاز، لحظات الوصول للمركز الثاني، وصل فيه شاهين اسمه الشيخ المروي مكتوم المكتوم، المركز الثالث الباز نواب، المركز الثالث شاهين اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع حمد رايد بن غدير، المركز الرابع الباز نواب بن نوح بن احمد البلوش، التوقيت الزمني